ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معاكم ميار، وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده فيديو مختلف شويه، مش ميك اب ولا اي حاجه، وهو انا بكلم فيه البنات الصغنطوطه اللي هم المراهقين. ف الفيديو بتاع النهارده يكون حساس شويه، فلو في اي ولد بيتفرج عليا، عشان عارفه ان في ولد بيتفرج عليا، فلو في اي ولد بيتفرج عليا من فضلك الحلقه دي مش ليك او الفيديو ده مش ليك، فما تتفرجش عليا. ففيديو النهارده هو زي ما قلت لكم للبنات الصغنطوطه، وهو عن العنايه الشخصيه. هو العنايه الشخصيه بجسمنا كله، من اول البشره لحد الجسم و الاماكن الحساسه. مش عارفه اتكلم عنها ازاي، بس يعني هنحاول. بس فخلينا نبدا بالبشره. هنبدا من فوق في النص لحد تحت. فقبل ما نبدا وندخل في الموضوع على طول، ما تنسيش تعملي لايك شير سبسكرايب وتفعلي علامه الجرس وتكتبي لي كومنت برايك. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه خليني اقول حاجه بس بسيطه، ان مفيش حد مش نظيف، يعني مفيش بنت نظيفه وبنت مش نظيفه. كل الحكايه في بنت بتعرف تهتم بنفسها وبنت ما بتعرفش تهتم بنفسها، لكن مفيش حد نظيف وحد مش نظيف. خلينا بس نحط الاماكن النقط بس دي كده. تاني حاجه، طبيعي ان انا نعرق. العرق مش عيب، والعرق حاجة طبيعية، والعرق حاجة صحية. العيب او مش اللي مش كويس هو ان العرق يكون له ريحة، والريحة دي توصل للناس اللي حوالينا يعني. فدي حاجة مش لطيفة، واول ما تحس ان انت في يعني اللي حواليك ابتدوا يلاحظوا او كده، فلازم بقى نعمل ستوب او نعمل وقفة كده مع نفسنا ونهتم بنفسنا. مش عارفه ليه انا متوتره. خلينا نبدا. انا بس حبيت اقول الجمله دي علشان بس البنات تفهم ان مش معنى ان هي بتعرق او كده فدي حاجه هي بنت مش نظيفه او كده، لا عادي، العرق ده حاجه طبيعي. المهم ان احنا نهتم بنفسنا علشان ما تبقاش ريحتنا مش لطيفه. اول حاجه خلينا نبدا بالبشره، وهنبتدي بغسول البشره. في فتره المراهقه احنا بتبقى بشرتنا او هرموناتنا مش متظبطه، فبيطلع لنا حبوب، بيطلع لنا حاجات، بشرتنا بتبقى اكسترا اويلي اكتر، دهنيه زياده. فضروري ضروري ان احنا نستخدم غسول يكون مناسب نوع بشرتنا. يعني بشرتك دهنيه تستخدمي غسول البشره الدهنيه، بشرتك جافه تستخدمي غسول البشره الجافه. اهم حاجه ان الغسول يكون طبي، لان في فتره المراهقه البشره بتكون حساسه جدا نتيجه بقى ان الهرمونات مش مستقره. فضروري ان الغسول او الصابونه يكونوا طبيين. انا مش هقول براندات، انا بتكلم في مين بوينتس كده. مش طالعه اقول لكم استخدموا ده واعملوا ده، لا، انا طالعه اقول لكم ستيبس. المنتجات بقى دي بتاعتكم انتوا، حسب كل واحد ومقدرته تجيبي غالي ورخيص. انا بقول لك بس الستيبس اللي هتمشي عليهم. فانا مش هقول منتجات. فضروري جدا ان انت تستخدمي غسول او صابونه تكون طبيه جدا، علشان ما تحسس بشرتك وتأذيكي خصوصا في الفترة دي. ويا ريت يا ريت يا ريت نستخدم مع الصابونة دي الكلينينج باد، او الكلينينج باد اللي هي بتتلبس كده وبتبقى سيليكون كده وبتتلف كده، او في اللي هي الليفة الطرية دي بتبقى مخصصة للبشرة. ممكن لو لقيت صورتها احط لكم صورتها هنا او هنا. دي بتتبل وبتحطي عليها الغسول او الصابونه، بتغسلي وشك، بترغي الصابونه وتحطي الفوم على بشرتك وبتبلي الصابونه وبتمشي بيها. طب بستخدم الكليننج باد ليه او الليفه دي ليه؟ علشان بتعمل زي سكراب كده خفيف، مش سكراب قوي. يعني السكراب القوي احنا بنعمله كل اسبوع، اما الكليننج باد او الليفه دي بتعمل ايه؟ بتعمل زي تقشير كده لطيف على البشره من غير ما نحس او من غير ما نلتهب بشرتنا، بحيث ان ما يبقاش فيه جلد ميت وما يبقاش فيه حبوب تحت الجلد. خلاص غسلتي بشرتك بالغسول وبالكلينج باد او بالليفه، بعد كده بقى هيجي دور التنشيف. ما ينفعش تستخدمي فوطه تكوني انت بتستخدميها لجسمك وفي نفس الوقت لوشك. لازم تخصصي فوطه تكون لوشك بس، ويستحسن ان انت كمان ما تستخدميش فوطه، تستخدمي اللي هي المناديل.
تجيبي منديل كده وتستخدمي طريقه الطبطبه، ما تمسحيش لا، تطبطبي كده، تنشفي 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 وشك، وتسيبي وشك مندي حاجه بسيطه. ليه؟ علشان المرحله اللي بعديها هتكون مرحله الترطيب، ودي مرحله مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ كل ما رطبتي بشرتك في سن اصغر، كل ما التجاعيد والخطوط اللي هي الخطوط التعبيريه اللي هنا حوالين العين او هنا او خطوط الجبهه والسمايل لاينز دي ظهورها بقى ابطا. فاحنا نلحق نفسنا واحنا في سن صغنطوط كده ونرطب بشرتنا. بشرتك الدهنيه هتستخدمي مرطب بيكون القوام بتاعه او البيز بتاعه، القاعده بتاعته اساسها ميه او جل. بشرتك جافه هتستخدمي كريم يكون القوام بتاعه اتقل شويه، اويل بيز يعني دهني وفي زيوت مرطبه. ممكن في الفقره دي اقول مثلا نوعين انا بحبهم قوي، سواء للبشره الدهنيه او للبشره الجافه. البشره الجافه ممكن تستخدمي كريم بانتينول، البشره الدهنيه ممكن تستخدمي كريم بيبانتين، حلوه قوي قوي قوي، وما حدش اشتكى من الاثنين دول سواء البانتينول او البيبانتين. فايده الترطيب كمان غير انه بيقلل الخطوط التعبيريه قدام، يعني بعد ما تكبروا تبقوا مثلا في ال 25 و 26 و 30 وكده، كمان ان هو بيقلل التصبغات، بمعنى ان انت البشره بطبيعتها لما بتجف بتتحسس، يعني البشره محتاجه ان هي مثلا تترطب، فبيبتدي مثلا مناطق زي دي لما بتجف تبتدي ان هي تاكلك مثلا تهرشيها فتبقى جافه، بعد كده تحمر، بعد كده الاحمرار ده بيطفي ويبقى غمقان. مثلا مناطق زي دي، مناطق زي دي، المناطق مثلا منطقه حول العين دي اللي هي اسمها ايه، المنطقه تحت العين دي. المهم بس دي بيبقى ليها كريمات معينه، وفي بعض الكريمات المرطبه بيقولك ينفع ان انت تحطيها تحت العين، منطقه الدارك سيركلز دي بيقولك ان هي ينفع، في كريمات لا. كمان بغض يعني مش هيقلل ظهور التجاعيد، لا ده كمان هيوحد لون البشره وهيقلل من التصبغات، لان اغلب التصبغات خصوصا تصبغات حول الفم سببها قله شرب ميه وقله الترطيب. انا لما بدات اني انا ارطب بشرتي المنطقه دي عندي كانت غامقه، لا افتحت وما بقتش غامقه، بقت لون بشرتي عادي. ثانيا جميع البشرات، مش البشره الجافه بس او البشره العاديه بس هي بس بتترطب، لا جميع البشرات بتترطب، حتى البشره الدهنيه. بالعكس البشره الدهنيه بتحتاج ترطيب اكتر من باقي البشرات. ليه؟ علشان تقلل افراز الدهون. انت بشرتك لما بتجف، لو بشرتك دهنيه بالعكس هتدي رياكشن وتبتدي تفرز دهون اكتر، فلما ترطبيها انت كده بتحدي من او بتقللي ظهور الدهون، وبيعمل زي بالانس كده، الدهون مش بتطلع اوفر زي اكنك سايباها. تاني حاجه بقى او تالت حاجه بعد الترطيب، احنا كده غسلنا بشرتنا رطبناها، تالت حاجه وهي الصن بلوك، مهم جدا جدا جدا. بره البيت، قاعده جوه البيت، يعني في ناس فاكره ان هي في البيت ما ينفعش تحط صن بلوك. ليه؟ هي في البيت ما فيش شمس داخله، لا الشمس بتبقى داخله بس انت مش حاسه الصهد بتاع الشمس ده، يعني مش الصهد يعني الحراره داخله الشقه، مثلا لو مامتك بتفتح او كده ففي حراره داخله، فحطي صن بلوك في البيت. لو انت بتدخلي المطبخ وبتعملي اكلات وكده حطي صن بلوك وانت واقفه، لان صهد الفرن صهد البوتاجاز كل ده بيجي على وشك وعلى ايدك، فالصن بلوك ضروري جدا سواء انت بره البيت او جوه البيت. كده احنا خلصنا العنايه بالبشره، نيجي بقى بالعنايه بالجسم. وفي حاجات احنا بنعملها في الجسم اثناء الشاور، وفي حاجات احنا بنعملها كل يوم. مبدئيا خلينا متفقين احنا بناخد شاور كل يوم، بس في شاور يعني يوم كده في الاسبوع، بيبقى كل اسبوع بيبقى شاور شاور، وفي شاور اللي هو بتاع كل يوم ده اللي هو انا بدخل بيبقى شاور كده سريع من غير شعري. ليه من غير شعري؟ عشان الشعر ما ينفعش يتغسل اكتر من مرتين في الاسبوع، اكتر من كده هتبقي بتخلصي شعرك من الزيوت المفيده اللي هو بيفرزها، اكتر من مرتين ومش اقل من مره في الاسبوع، يعني لازم مره في الاسبوع تغسلي شعرك، ده كده مينيمم، ماكسيمم مرتين علشان شعرك ما يبقاش
جاف. لو شعرك اويلي قوي خليهم 3 مرات في الاسبوع بس مش اكتر من كده. وانا ما حبسش الصراحه 3 مرات في الاسبوع دي انا ما حبسهاش، بس لو انت شعرك اويلي قوي. ف زي ما قلت لكم ان في شاور بيبقى يوم في الاسبوع اللي هو بشعري بقى كده، وبعمل بقى حاجات في جسمي وكده، وده انا هعمله لكم في فيديو منفصل اللي هو روتين الشاور الاسبوعي بتاعي. ودلوقتي بقى في الفيديو ده انا هقول لكم انا بعمل ايه كل يوم. انا بقى كمايور بعمل ايه كل يوم. اول حاجه لازم دش كل يوم اول ما بصحى او قبل ما بنام. لازم دش كل يوم، ولازم ضروري 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 طبعا الدش من غير شعري، ولازم ضروري 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 الديودرنت. ما تقوليش بقى بيجيب سرطان ومش سرطان والمونيوم ومش المونيوم. في ديودرنت كتير بتبقى طبيه، زي مثلا هقول برضو براندات طبيه اللي انا بحبها زي بيز 9 وزي ستارفيل. الحاجات دي حلوه جدا وعادي يعني ما فيش حاجه بتبقى اعتقد ان السرطان والحاجات دي دعاية شركات بس مش اكتر. والله انتي واحدة خايفة ومقتنعة بان الالومنيوم والحاجات دي وسرطان ومش عارفة ايه وكده، يا ستي ما تصرفيش في استخدامه. بمعنى وانتي قاعدة في البيت ممكن تستخدمي الليمون. الليمون حاجة كويسة جدا مضادة للبكتيريا، وفي نفس الوقت مش يعني بتخلي الدنيا لطيفة ومفيش ريحة، وفي نفس الوقت بتفتح. بس لو بشرتك حساسة بلاش تعملي الموضوع ده. بس اهم حاجة الديودرنت ودش كل يوم. مش عايز تستحمي اتليست تغسلي المنطقة وتنشفيها كويس، وتحطي بقى ديودرنت او ليمون حسب اختيارك انتي او انتي محبزة ايه. بس لازم 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 ريحتنا تبقى كويسة سواء بديودرنت او بليمون. زي ما قلت لكم لو انتي بشرتك حساسة بلاش ليمون وخليكي في الديودرنت، بس لازم ريحتنا تبقى كويسة. مش عارفة متوترة قوي قوي. المهم ممكن كمان حاجة تانية جات على بالي دلوقتي، ممكن كمان تعملي ميكس ما بين المسك الابيض والشابة. تجيبي كده ممكن مكعب او مكعبين مسك وحبة الباودر بتاع الشابة، بتجيب تقريبا من عند العطار، وتطحنيها تدقي مكعبات المسك وتمكسي الاثنين على بعض وتستخدميها في الاندر ارم يعني وكده. بس اهم حاجة لو انت عندك حساسية ما تستخدميش، او تعملي اختبار حساسية قبل ما تستخدمي اي حاجة. طب هعمل اختبار حساسية ازاي؟ هحط الحاجة هنا او ورا وداني سواء ليمون او الشابة. هحطها هنا او ورا وداني لان دول ارق جلدين، هنا او ورا وداني. والله لو ما حصلليش حاجة يبقى انا بشرتي ما تحسستش من المنتج ده او من المادة دي. لو لقيتها احمرت او حرقتني يبقى لا خلاص مفيش، انا مش نافع معايا الموضوع ده. حاجة بقى او مش عارفة الحاجة رقم كام، بس يعني حاجة مهمة اللي هي شعر الجسم. ضروري 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 ان احنا نشيل شعر جسمنا سواء في وشنا زي مثلا مستاش او كده، او في جسمنا اللي هو زي مثلا الايد والرجل. الشعر مش عيب يعني، طبيعي احنا بشر وبيطلع لنا شعر ودي حاجه مش عيب خالص. بس انا حاساها انا كمايار من وجهه نظري المتواضع ما ينفعش ابقى بنوته كيوت كده وحلوه ولابسه حلو وريحتي حلوه و انتوا فاهمين يعني او كده يعني. دي حاجه انا مش بحبها انا كمان يعني وجهه نظري. فدي حاجه ليكي. طرق بقى ازاله الشعر دي برده حاجه ترجع لك، بس انا برده كمايار بحب السويت يعني بينعم الجسم ومش بيعمل جلد وزه. طب انت مثلا مامتك مش سامحه لك في الفتره الحاليه ان انت مثلا تشيلي شعر جسمك، اوكي مفيش مشكله، دي حاجه كل اسره وبيبقى ليها القواعد بتاعتها، او كل بيت يعني بيبقى ليه القواعد بتاعته. انا على فكره وانا صغيره ماما ما كانتش سامحالي ان انا اشيل شعر جسمي يعني، بس كان مسموح لي اني انا اشيل شعر معين في جسمي اللي هو الاندر ارمز والبيكيني، علشان اولا في حديث يعني مش متذكراه قوي، بس هو المفروض ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ان احنا نشيل الشعر ده كل 40 يوم. فاحنا بنقسم ضروري جدا ان احنا بعد ما نبلغ يعني او كده نهتم طبعا بالموضوع ده.
مثلا مامتك مش موافقه ان انت مثلا تشيلي شعر جسمك، فهنشيل الشعر اللي هو في الاندر ارم وفي الاماكن المعينه دي علشان الشعر ده احنا بنعرق، فمع العرق ده بيطلع زيوت وحاجات، بلس ان في بكتيريا في الجو كده، مع لو في طبعا يعني شعر في المنطقه دي، الشعر ده احنا لابسين هدوم، مع العرق مع الشعر مع الكتمه، انتوا متخيلين الريحه؟ ولا ديودرنت هينفع ولا اي حاجة هتنفع. فاحنا لازم لو مثلا مامي مش هتوافق ان احنا نعمل شعر جسمنا او كده، فعلى الاقل على الاقل نعمل المكانين دول علشان نظافة شخصية مش اكتر، علشان ريحتنا تكون حلوة، لان الشعر هو السبب الاساسي في تكوين البكتيريا وفي رائحة العرق الكريهة. هنيجي بقى للجزء اللي انا معرفش ليه انا متوتره ان انا اتكلم فيه، فللاسف يعني هتكلم فيه، مش للاسف بس هو يعني هي حاجه مش عيب، بس يعني هدخل في الموضوع على طول. المنطقه البكيني مش لازم تكوني متجوزه علشان خاطر تهتمي بيها، منطقه البكيني زيها زي اي جزء في جسمك، زي ما بتستحمي زي ما بتعملي تنظفي جسمك، دي كمان لازم تهتمي بيها وتنظفيها كويس جدا ونهتمي بيها كده علشان تكون حلوه وجميله. اول نصيحه هقولها لك وهي في الاعتناء في منطقه البكيني، وهي ان المنطقه دي بطبيعه الحال احنا بنبقى لابسين بانتيز او اندرويرز وكمان البيجاما، فالمنطقه دي بتبقى مكتومه طول اليوم، فلازم المنطقة دي تتهوى، بمعنى ان احنا بالليل واحنا رايحين ننام مش لازم ننام بالاندروير، ممكن نلبس حاجة فضفاضة، بنطلون البيجاما مثلا لازم يكون ضيق، نلبس بيجاما كده واسعة وننام من غير بانتي، وممكن نصحى تاني يوم نلبس البانتي عادي جدا، يعني مش نفس البانتي بس البانتي جديد، نلبس البانتي عادي جدا، بس لازم المنطقة دي تتهوى علشان هي بتبقى مكتومة على طول، فاحنا لازم نهويها يعني علشان البكتيريا وكده، انتوا فاهمين يعني. لازم يكون في غسول مخصص للمكان ده او لمنطقة البكيني، وما ينفعش نستخدم اي صابون، ما ينفعش نستخدم اي صابونة اي غسول، مثلا غسول الوش نستخدمه تحت، ما ينفعش، لان الغسولات دي بتبقى مخصصة للاماكن دي علشان تعادل حاجة اسمها البي اتش والحمضيات وكده، زي ما احنا درسنا واحنا صغيرين المكان ده حمضي وقلوي انا ماليش في الاحياء والحاجات دي، بس يعني احنا درسنا، فهي الغسولات دي بتبقى معمولة ان هي عشان تعادل ال pH، فما ينفعش نستخدم اي غسول غير غسولات مخصصة للمكان ده. ما عندناش غسول او ما فيش امكانية نجيب غسول، المية يا جماعة مهمة جدا، يعني حلوة والله وبتنظف وجميلة وكل حاجة، مش لازم يعني صابون، المهم المكان يكون نظيف. كمان لان الصابون العادي لو استخدمتيه فصباح الالتهابات، فاحنا مش محتاجين او مش عايزين يجي لنا التهابات، فيا اما غسول مخصص للمكان ده يا اما ميه، ما نجودش. اللي بعده النصيحه، وهو اننا لازم نستخدم مقشر للمكان ده، زي ما قلنا ان المكان ده اللي هو البكيني زي اي مكان في جسمنا، احنا زي ما بنعمل مقشرات للجسم علشان نشيل الجلد الميت، المكان ده برضو بيتكون فيه جلد ميت وبيبقى فيه inner brown hair اللي هو الشعر اللي بيطلع تحت الجلد، فاحنا عشان مش عايزين ان ده يحصل فبنعمل scrub للمكان ده، بس بيكون scrub برضو مخصص للمكان ده، وما ينفعش ان انا اعمل scrub في البيت للمكان ده علشان الحبيبات مثلا بتاعت السكر او الملح هتبقى خشنة، فالمكان ده جلده رقيق من زي الجسم بتاعنا، فما ينفعش اني انا استخدم معاه اي حاجه. وطبعا السكراب زي ما بيشيل الجلد الميت بيساعد برضو على التفتيح، وبرضو لازم بعد ما نعمل سكراب لازم ننشف كويس جدا، ولازم نرطب، الترطيب اي حاجه في جسمك، حتى جسمك وشك من اول شعرك لحد
صوبة رجلك لازم ترطبي المكان، اي مكان يعني، اي مكان، انا قلت المكان ده كتير. رطبي نفسك كلك. النصيحة بقى اللي بعد كده، وهي الملابس الداخلية. الملابس الداخلية اولا لازم تكون قطن 100%، ما استخدمش ملابس بوليستر، ما استخدمش الملابس اللي هي بتسبب حكة. القطن تقريبا نسبة ضئيلة جدا من البشر اللي هم عندهم حساسية من القطن، لازم تستخدمي حاجة تكون 100% قطن. تاني حاجة ان احنا بنغير البانتي او الاندروير كل يوم. ما ينفعش نلبس الاندر، يعني انا مثلا انا واختي ما ينفعش نلبس نفس الاندرويرز، لان في بكتيريا بتاعتي غير البكتيريا بتاعتها، فما ينفعش نبدل الاندرويرز. الاندرويرز بتاعتي غير الاندرويرز بتاعت اختي غير الاندرويرز بتاعت مامتي، ما في يعني، دي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش نشير فيها، دي حاجه بتبقى شخصيه جدا وما ينفعش نلبس من بعض. وزي ما قلت لكم الاندر بيتغير كل يوم. انا عارفه ان هو ممكن يكون كتير او كده، بس انت لو حاسه ان هو كتير او هتستهلكي عدد اندرات كتير، انت ممكن تستخدمي اللي هي الديلي باد دي، اللي هي الفوط اليوميه، بتبقى رفيعه قوي ومش بتحسي بيها اصلا. فلو انت مش حابه ان انت تغيري البانتي كل يوم، بس انا كمير مش بحبذ الحل ده. البادز دي بحبها مثلا في الخروج لو انت خارجه، بس برضو لو انت خارجه هتعرقي برضو في البانتي، فهتضطري ان انت تغيريه. فكده ولا كده، سواء حاطه بادز او مش حاطه بادز، هتغيري البانتي كل يوم. الفكره بس ان انت لو حطيتي البادز مش هتحتاجي ان انت تغسلي البانتي قبل ما مامي تحطه مثلا في الغساله او قبل كده، فهيسهل عليكي الموضوع. مش حابه فكره البادز، ارميها خالص وغيري البانتي وريحي دماغك. بس لازم البانتي قبل ما بنحطه في الغساله بيتغسل الاول على ايدينا، وبعد كده بيتنشر، مش في البلكونه يعني، بيتنشر في منشر كده بيبقى بيتحط في الحمام بس، ينشف، وبعد كده بنحطه بقى في الغساله علشان ماما بقى تغسله وكده. لكن مش بنقلعه نحطه في الغساله كده على طول، لازم بنغسله على ايدينا الاول. اخر نصيحه بقى، ودي نصيحه مهمه جدا جدا جدا، وهي اني انا لازم بعد كل مره بدخل فيها التويلت طبعا بنضف نفسي كويس جدا، وهي التنشيف. لازم انشف المكان ده كويس جدا، لان المكان ده لو فضل فيه رطوبه او فيه ميه، اولا بيعمل بكتيريا، ثانيا بيعمل ريحه. احنا مش حابين ان احنا يطلع مننا ريحه من اي جزء من جسمنا. تالت حاجه، الميه دي مره على مره على مره هتلاقي المكان ده اغمق، واحنا طبعا مش حابين ان المكان ده يغمق. فالتنشيف ثم التنشيف. طب بننشف بايه؟ بمناديل، مناديل اللي هي بتاعت التواليت عادي. ما حبس ان احنا ننشف بفوطه، لان الفوطه مره على مره يعني، نشفي المناديل وارمي وخلاص وأأمن وانضف. لكن الفوطه الصراحه انا مش بستلذها يعني. بس ودي كده كانت نصايحي للكتاكيت الصغنططين. لو حبيتوا الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا شير وسبسكرايب وتسيبوا لي كومنت برايكم. وانا ان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعده مش متاكده بالظبط، هعمل لكم بقى فيديو كامل للروتين بتاع الشاور بتاعي اللي هو بتاع الاسبوعي، اللي هو الروتين اللي انا بعمل بقى فيه السكراب وبعمل كل الحاجات دي وبهتم بشعري ازاي. لا ممكن شعري يخليه في فيديو تاني الصراحه يعني، بس هقول لكم روتين انا بستحمى ازاي وبعمل ايه اثناء الشاور وكل الحاجات دي. بس كده يا بنات، كده يكون الفيديو خلص. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي علامه الجرس، هتلاقي كلمه اشتراك كده دوسي عليها، هتحول من اللون الاحمر للرمادي، وتفعلي علامه الجرس علشان يوصلك اشعار او نوتيفيكيشن اول ما انزل فيديو جديد. باي باي. Saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be.